دي مرحلة التفصيل الجلد، دي اللي هي الفرد اللي يعتبر الوش، ودي الجسم. في قلب منطقة الضرب الأحمر، وتحديدا في شارع الإرابية، هنا عند عم سامح أقدم صانع جزم جلد في المنطقة، واللي بيجيله الناس من اسكندرية لحد أسوان. شغال في الجزمة كده زي ما هي اللي بقالي فيها مثلا حوالي 20 سنة. هي بتبقى كده في ايه، قبلية بتبقى حاجة اسمها المكانجي اللي هو بيخيط الفردة في النعال. قبل المكانجي بتبقى تفصيل على البريست، قبلها شوية بتبدأ الجلد بيجي يطلع التفصيلجي يخش على المكانجي، وبعد كده تروح للسروجي بيخيطها سروجي، وبعد كده بتجيلي انا بحطها في القالب بتخش الفرن، وبعد الفرن بتخش حاجة تانية آخر مرحلة اللي هي اسمها سفورما، دي اللي هي الفينش الاخير بتاع الجزمه، وبعد كده تحط في الصندوق والزبون بياخدها. دي مرحله التفصيل الجلد، دي اللي هي الفرد اللي يعتبر الوش، ودي الجسم. بعد كده بتروح للتفتيح بيفتح الفراغات بتاعه النعل، وتركب النعل زي كده وتخش المكنه بيخيطها، بيخيطها من جوه كده بيقفل، وبعد كده بيركب في الشنبر، وبعد كده بتروح للمرحله اللي هي الايه يعتبر الوسطانيه اللي هي السروجي، بيخيط الفرنشه مع الجسم، بتروح تتخيط سروجي. هي كده بعد ما بتخلص المكنه بتروح تتخيط سروجي، سروجي يدوي، تخيط سروجي الفرنشه وتخيط الكعبيه، وبعد كده بتخش عند الجزمجي بيحطها في القالب تبقى بالشكل دوت، وبعد كده بتروح الفرن عشان تاخد نفس شكل القالب الرسمي، لان الجزمه ديت كلها في قلب بعضيها غير الجزمه اللي هي بتبقى مفتوحه من تحت وبيتلزق لها نعل، وبتخش الفرن وتطلع من الفرن بتخش المرحله الاخيره اللي هي التشطيب، بتتعمل تشوح على النار وبتتعمل موتور، وبعد كده كان بتاخد كريم او بتترش، وبعد كده بتخش الصندوق. انا هنا الاساس بتاعي ان انا جزمجي، هي بتجي لي وانا بحطها في القالب زي ما انا هوري حضرتك دلوقتي. صبياني بيبدا من 40 لغايه 37، يعني 41 38 والتسعه واللي في ايديا دي 7 37، ودي القوالب بتاع ال 36، دي اللي هي المرحله الصبياني اللي هي الشبابي. الرجالي بيبدا المرحله بتاعته من 45 لغايه 41، وفي اللي هي النمر الكبيره دي بتبدا من 45 او 46 لغايه 48، هي ثلاث مراحل بالنسبه للرجال. غير بقى الحاجات اللي هي بقى بتتعمل تفصيل زي الناس اللي هي مثلا ايه رجله مثلا فيها زياده في جنب وقليله في جنب، دي اسمها مقاسات خاصه او تفصيل عموله، بيتعمل له مثلا حاجه في القالب من الناحيه دي او الرجل من الناحيه دي، بتتعمل زي ما هو عايز بالظبط، بس دي اللي يعتبر تفصيل الواحد. هي كده يعتبر في المرحله عندنا كده خلصت، بتخش الفرن، وبعد ما بتطلع من الفرن تشطب تفضل كده في النهايه. حط بقى في الصندوق وبتروح على التاجر على طول او الزبون اللي بيجي يشتري. يعني بقالي هنا بتاع حوالي 6 سنين في الشغل. لا شغلتنا دي من زمن، يعني مثلا تقدري تقولي من واحد وعندي 8 سنين 9 سنين، يعني لحد دلوقتي داخل مثلا في حوالي 40 سنة 41 سنة. الحقيقة إن عم سامح مش بس متمسك بالحرفة، ده نفسه يحافظ على تراث الصناعة اليدوية ويعلمها لكتير من الشباب. لا أنا صنايعي فجي لينا زباين، ففي الأقاليم مثلا بيجي لنا زبون معانا زبونين ثلاثة، هم دول اللي إحنا شغالين عليهم على قد حالنا، يعني ماشيين كده ما بنشتغلش مع مصانع، هو ماشيين كده على قدينا. هو مدير المحل دلوقتي مثلا لما ياخد مني بياخد مني 25 جرس في الاسبوع 30 جرس في الاسبوع، غير مثلا من 5 6 سنين فات السحب ما بقاش زي الاول. اكبر مقاس عندي هنا حاليا هو 45، ممكن اعمل يعني عموله على حسب اللي هو لو عايز 6 و7 و8 6 7 و8 و40 لو هو عايزهم، بنعمل له حاجه اسمها قالب من جديد، تصنيع جديد، سيارات جديده بالمقاس اللي هو عايزه. عم سامح كمان عايش تحديات كتيرة، وده ما خلاهوش يتخلى عن حرفته اللي اتميز بيها، يعني هو رمز للصمود والشجاعة
وكمان رمز للحرفية والعراقة.